السلام عليكم احمد وشنقكس بونج، مقطع جديد. مقطع اليوم غطيت لكم في نهائي كاس العالم، افضل 100 لاعب راح تشوفهم يلعبون الان في مقطع اليوم. لاحظ عزيزي المشاهد اني غطيت 4 ساعات في 20 دقيقه، حاولت قدر المستطاع اني ابسط لك المقاطع. راح تشوف 6 ايام، 6 ايام هذه راح يتحدد فيها مين افضل دو فورتنايت. للاسف ما في عرب، كلهم اجانب. العرب ان شاء الله بالمستقبل نشوفهم. الجائزه 30 مليون دولار، مستوعب الرقم الكبير هذا للفائز؟ 15 مليون للدو و15 مليون للسولو، والسولو راح يلعبون اليوم برضو على 15 مليون. راح نشوف ناس اساطير كثار، تيفو، منجرال، سفج، ناس كثار من اساطير فورتنايت راح يلعبون اليوم. فاذا ودك تتابعها معنا راح نبثها بتويتش، اذا ودك تيجي حياك الله، الرابط تلقاه تحت على الساعه 8:30 بالضبط. فخلص المقطع هذا وتعال تابعنا، بتلقانا نبث الان. وبس حاولت اني ابسط لك 4 ساعات من بث في 20 دقيقة، اتمنى انك تستمتع وتتحمس، يعني انك تشد حيلك وتتأهل في المستقبل، ونقول ان شاء الله يعني مع السيرفرات تتأهل. هذا اللي كان عندي، مشاهدة ممتعة، لا تقصروا معنا، ضغطك على زر اللايك والاشتراك، كود الايتم اذا ودك تدعمني اس اكس بي. صلوا على نبينا محمد، مع السلامة. لا مات منغرال، لا منغرال مات. اتكلم مايك طافي. اخ والله انه عادي، ترى كل اللي في الجيم اساطير. وش شوف سبج، سبج وفيش وبنجي فيش تحت صاملين. ايه والله معاه كرت شاشة بعد شوي 28. والله عاد قليل. سبج سبج بنجي ماسكين هاي بس. اي والله والله يا انهم سكن هاي. طيحوهم الله يقطع كسكت. سبج صامل، سبج تفله، سبج تفله، سبج وين شت وين شت حرفي. عادي عادي ترى يا عيال، عادي عادي ياخذ له. ايوه بالضبط، ايوه زاد هيله. شنكن شنكن دمه مره لو الحين ودك شد جنك انه ما خلص الصوت. صح بنجي لما يطلع معه فوق 40 40 حديده، بس معاه 40 حديده ما معه. مات بنجي كم معه؟ مات. لا كيف مات؟ كيف مات؟ حرام تبع شكله بس. يا بنجي صدق البنجي سولو بلاير مره لعيب. والله الزمن، والله والله الزمن. ايه يا ابوي بيموت ما اختفى كأنه. بيلعب بيلعب على بليسمنت. والله بجيب ما يلحق باندج احسن. اوكي يلا بليسمنت. يلا مترو بنجي تكفون. مترو بنجي مترو مترو ما مات. مترو لا عايش. يا مترو يا بنجي يا مهيدا. انا ابغى بنجي والله. ما ابغى منقرال يفوز، شايف نفسه. انا ابغى ميجا، انا ابغى ميجا. يا رجال اطلق ميجا نفسه خله يفوز. باقي سبعة. يا ويلي لا. مرة مرة لا. يلا مترو يلا مترو. ذبح ميجا. مترو 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 مترو. يا عمري القلبة. يا عمري. يا عمري. يا عمري. يا والله كانت كنز. ملي مع زاد فازوا. يلعن شكلهم، يلعن شكلهم. كم معهم كنز؟ معهم خمسة. خمسة. يا الله. لا يجي يجي. اقسم بالله. يا الله قاعد اتوتر واضغط انا اتفرج كيف لو العب. ثلاثة. 2 1. اول الناس بنجي وسافج او والله يا عيال الصغار مره واجد، ما كنت اتوقع ان في صغار كثار كذا بيتاهلون. لكن كليكس ملي معك كليكس سكبتك يا عمي. والله سوي لك كيريس كليكس لا سكبتك. والله والله نوب ذالي معه لعيب. لا لا لعيب بس يعني مو مستواه هذا بالسولو. اذكركم بكره والله اني جربعهم. والله يا عيال قاعد تجبع من الحين، قاعد تجبعهم. والله يا عيال اني جربع امهم بالسولو. خل مخه يا ابوي، تحركاته ما يغلط بولا شيء، ما عنده شيء يغلط فيه، كل شيء عنده سليم ما شاء الله تبارك الله. تفضل الله. ويلكم يا لحن ميش، شكرا على السب وشكرا على الدونيشن. يا سعد هذا من الذكاء عموما. ليتني حليب شوكولاته والله لا اشرب شرب. ليتك ولا ما ليتك. خلنا طالع خلنا طالع. ولع يا عيال قاعد يسوي تيك ذا على الشاشه حقته. والله منقران. يلا يا منقران يلا يا شوف منقران كيف معصب. مركز يب مره معصب. والله معصب ترى ترى تلتد مكانه. يب يب يب.
يا عمري شقوهم جسني قشعريرة بالذقن يا عيال يمحط وجههم شو كيف سحب منه يا ويلي ابلع سريع هو يا عيال ومش سريع يدني يدن قاعد يقشر بصر قاعد يقشر بصر بيموت بيموت احدث الكروي قتل السوي لا لا يا حبيبي يا ابوي ذا كنترولر والله اني اشجعه والله صاميم وقرالو متر هنا للحين اي انا اتربى يولي فوق الجبل مكانهم لذيذ الزون دي وين بيكون يا عيال شفتوا البيت البيت والجبل ها ها والله العظيم اقول لكم انا قطوني هناك واعطوني بينك صفر واقول لكم دي دي 30 مليون هنا في الجيب خلاص هذا انت لا اهم شيء المعنى يفهم اسمع صوت طلق من وين؟ يمكن عايش مرة ثانية على طول الهوي عند زايد الهوي عند زايد طلع يسار طلع يسار طلع يسار زايد وساف هم عندهم الهوي يلعن شكل المعلق هذا والحماس اروح من الهوي عند زنا زنابابي زنابابي لكن سولو يا رب استمتي زايت متكي والله معينها سولو اي سولو بس ما حد عنده ما حد عنده يبغون يسحبون منه الهاي خلطهم والله ما ادري اطالع مين وخلي مين زيت مات بالزون بس انا قاعد مع هذاك لو مسحب عليه كان احسن احسن خلاص عشان يصير حماس ما ابغى اوه سحب منه لا فازوا فازوا الفين هذولي ولا اقص اصبعي هذا الصغير كم مات فيهم 80 ليش لا خلاص الحين اسحب كلامي يا عيال الايم الايم اخر واحد اخر واحد اخر واحد لا ما تصير عليه وش ردة الفعل الخايسة هذه قوم صايم هذا يده قال يلا والله طب جدي غصب تعال الحين في القمة ايوه شوف شوف الفرق والله انهم طاروا يا عيال شافوا زايد هذول ايش وضعهم كم كانوا بدا يلا يلا بدا سب موت ملاحظ from millions of dollars so many of these players do reason this is a stupendous duo يا عمري from Benji Fishy and Mr. Six you have to be engaging in fights Benji Fish still there's a Fwexy and Letwick on the move Nyrox right organization Benji Fishy's going to be down just saw that one off on the side Mr. Savage now ايوه اذبحها بالسنايبر واحد كيف الستور باقي 30 والزون صغير مرة Zayt is going to wrap up right here as Keys goes down as well and the shots are flying. شوف صاف شوف صاف. صاف وزايت. And the mid ground specifically. And look who's still in this. Saf. They're going to be in the طالع او سو او او سلو وباد سنايبر معهم بولر كلهم. بولر. Putting down shots yet again, not giving players any moment to be comfortable whatsoever. Zayt moves. The Rockets now starting to fly by Wolfies. Wolfies having to defend himself. Zayt's going to be out of this. Calculator and Makud, شوف وضعهم. لكن صدقني ميجا بيطلع هاي معاه اثنين بول. بس ما في مات. ما عنده مات.
and there's Saf, who just lost Sof, his game. Sof, he's going to be running this one solo. And then up above, it's Macwood and Calculator. Mihuzon. They picked up three eliminations from that whole exchange monster. That's exactly hey, what you want to be. There's still plenty of pressure down. And Saf is looking for one, but it's Vinny, who's going to take him out right there. So Vinny's going to find his first elimination. And he has so much help. He is in the game right now, although by himself, because Zekstro is down. And now Oslo, Bad Sniper, one of the few duos that are still left in this game right here. Arkham somehow with the masterful rotation, he's still in as well. Bad Sniper's at 11 eliminations for Oslo here. Unreal stuff. Bad Sniper is going to be out of this one. Backwinning Calculator still holding the high ground on the mid. Down below, Dubs and Mega, one of the premier duos here. Bad Sniper, money kills. Could they get the high ground? He wrestles the control away from Calculator and Macwood. Oslo waiting for Vinny. يا ساتر يا والله صعب عليه يلا دبس يلا كم ماسك عنده 500 سوى ميجا سوى لا لا وقدره حرام ده حرام فاز والله عندهم كيلز وعندهم وينز in game 3 7 eliminations for him 2 for calculator 9 total plus the victory royale 19 دليل على المستويات كلها خرافيه كل جيم يفوزون ناس جدد خلينا نشوف النقاط والله هذول متصدرين للحين كلام هذا تقوله اذا انت قاعد تلعب بابليك لكن تلعب على 3 مليون دولار والله العظيم معرق ولا مرتاح ولا مروق تلعب لعبك كله اوصيكم بالمياه يا اخوان اشربوا الماء اوصيكم بالمياه والله انا قاعد اشرب ماء مره كثير والله مره مفيد اصير لعيب بالفورتنايت عشان ما ايه اكيد شو السؤال هو يساعد على كل شيء يضبط اها فتح قبرة ما كود والله اني قايل شفت الحركة عمري يا مقرام سامع الكونز لا نايس مين اللي مات؟ سافج عايش ايدن صامل ايدن الحليلة ها ها ايش قلت لك معاه ثلاثة دقشين ما شرب ولا واحد ما تفيدك مات عايش منقرال يا بابا مو منقرال اللي معاه ثلاثة بيك والله انه مترو مترو اللي معاه بيك ثلاثة بيك يا عيال اقوى واللي معاه شو كيف مات من قرال والله لو يفوز واحد جديد بعد والله جيجي اقسم بالله هذا معناته حرفيا فورتنايت لا ما بحكم احنا بحكم بكره ما في واحد فنان ما في دو فنان ما في احد مسيطر متأهلين خمس مرات كأس العالم في الأسابيع بنجي فيش بنجي فيش بنجي فيش صامن بنجي فيش معاه كور ومعاه اختفاء يمدي ياخذ الهاي والله يمدي ياخذ الهاي بنجي بس ما معاه لا ليه درج خلاص فازوا هذه بنت يا عيال والله صدق
needed right there, but it's not going to be enough. This is their map to control right here in the final moments. They're the only duo standing, Golden Boy. This is their game to win. The Cooler Duo, is this going to happen? As they're putting the pressure on these players down low, they're synergized, they're communicating, and they're ready to pick up. ارمس بلاش يا نعال. In game four. He only has 10 builds though. This is very intense. Both of them don't have much here. He's gonna put all the splashes down. Is that the decision right there to commit? The shockwave is gonna cause an eruption. خذها عليهم خذها عليهم خذها الواحد. اقلب الكام يا نعال نبي نشوف. طيب يا خوية. لا لا اوه اوه طلقة طلقة الفوز شايف الحين ثاني مركز ميجا ودبس واو نقطتين والله شافوا زايد جابوا العيد شويتين شوف من قالوا مترو من قالوا مترو عندهم 20 امول ماي روسي ديمتري شوف اماكن اللامه بالماب الله العظيم يا عيال كان ودي تدرون اشوف مين تيفو وكلوكس احمد ساك الله جي جي شوف في حل واحد ينتظرهم يروحون من بطاقة خوية ويروح ياخذها لكن معصي يروحون منها ايوه هذه اي ام دي بالمخ يا والله عطاه دبل ايدج سريعة Aiden's health advantage now gone as they're about 15 HP between each side of the pyramid by resetting can't quite do it does fight for high ground Aiden on controller don't forget that one of the best controller players we've ever seen 101 HP remaining inside the block spikes the combat for who can own a wall the back and forth is insane and the top ballers left in play right now and they're most likely if not already going to be eliminated مثل حي top will come float back down here in just a second off the high ground no one challenging for it as of yet you got to elevate and see still on the low ground punish there as well Mothra still making plays happen without any movement items left we are one team away from placement points we're now on our top 15 they get a caught off guard from behind Lenane drops in he wound up dropping at 16 just outside of placement points Satan Saf will not earn placement points this game the lobby beginning to drop like flies and look on the high ground يا عيال مره لعبه حلوه it's Nyrox and Aqua setting themselves up for a great spot at the end of this game two players still left in bowlers somehow Mondo no he goes down right there والله لعبه مره حلوه 11 players left Dr. Lupo players all the way to the high ground still Aqua and Nyrox they have absolute ownership of everything underneath them so long as they stay on top of their material count they don't get overzealous with those builds you have to savor those because right now there's nothing left unless you pick it up from a اكو فاز الجيم اللي قبل هذا zone goes down spray from that mini gun والله شكلهم بيسوونها مره ثانيه نفس التكتيك الجيم اللي قبله كانوا هاي ونفس الوضع cease and elevate the rest are all solos down low لو وقفوا خلق راح يكسرون عليهم غير كذا يا احمد راح يرتاحون فاهم راح يرتاحون يعني شوف كم معاه طلقة شوف كم معاه طلقة One of the best spots because all those builds actually already own. Skite make his way on through without challenge. Skite trying to challenge for high ground and gets absolutely beamed. Daedra and Wolfies in this game as solos. Kluja as well. Could they get another victory royale? Currently at 5 eliminations this game. Aqua. ما شاء الله كم بقى معه مليون طقع عرف طقع اوه ما ليه ينزل خوية You have the shots on Wolfies from above the elimination a 3v2 situation Aqua Nyrox looking to pick up the first World Cup back-to-back victory royale Jack
pressure coming on in. They drop down low. The tags coming. Oh my gosh. يلعن شكلهم. ياخذون الاول يا عيال ياخذون الاول. اوه والله صدام 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 يلا يا ربع اختمية تجي هي تجي نفس الاماكن اوه الهاي الهاي اوه دقيقة لا واو اقوى اقوى ونايروكس تكفى تكفى يا عمري راح للزون راح للزون وبنى منقرال مات منقرال مات يو يو ساتر والله قشعريرة قشعريرة لا خلاص 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 باقي اكوا باقي اكوا وجاب ذاك مش اسمه الان هذول الاثنين هم اللي بيحددون اللي فايز بالبطولة ويلي الحماس يوووو لما جزي بار بي جي حرام لحد موت Everybody on the board right now still in huge contention. Landjot goes down to the top. Chapix and Epic Whale have the ultimate high ground on every player that's left in the match. Nate Hill flies. Mat Zaf, my foes. When is Zaf, Mat? Oh, صدقني أكو جي جي. والله حتى فوز ما يحتاج يا أبوي خذوا البطولة أكو. أكو فوز. بيفوز يا رجال خلاص صدقني نقاطهم كانت فرق ثلاثة يجيب نقاط اوه يجيب العيش بغي يفجر لا لا ستة فرق ثلاثة مع بليسمنت فازوا 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 اها اوه اوه أصبر 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 Still a soft full duo. There we go. Elevate goes down. Cease eliminated as well. It's four solos remaining. These are the final moments. Yeah, I should have moved. For the Fortnite World Cup, we have four players remaining with the highest elo count. Oh, Hosek's getting Still in safe zone. A quick 180. They can't quite quat. Hey, GG. شاب يعني ايش بتسوي الشاب اكو فاز ولا انا ما اعرف شيء لا يلك ها جي 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 ايش دير فرحة ايش دير فرحة البيض How do you react to that, Jack? They're left in the dark. What's he going to do? بكسر واحد بكسر أول شيء بكسر واحد من البيسيات الموجودة تحت بكسر الشاشة بعطيهم حقها على طول كاش كذا توقيع خذ كاش شوف شو المركز الثاني والله فرق بينه 750 ألف نزل الرابع